والله لو كررنا الغلط عشرات المرات بل آلاف المرات وتبنا ونكثنا التوبة آلاف المرات في كل مرة يقبلنا، مش معنى التوبة أنه أنت خلاص ستكون معصوما بعدها من المعاصي، أنت تتوب وأنت تعلم أنك لربما تضعف فيما بعد، ولكن تسأل الله العون أن يبعدك عن المعاصي. فحالك كحال من اتسخ ثوبه، عندك ثوب أبيض، ثيابك البيض بسم الله ما شاء الله، توسخوا تغسلهم؟ طب لا حتى أغسلهم حيرجعوا يتوسخوا، أنا بغسلهم عشان ما بينفع أخلي الوسخ يتراكم، كل ما أغسله وتوسخ أرجع أغسله وأرجع أغسله، طب لا أنت إلى أن ألقى الله. وهكذا القلب، فأنت تب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد أدمنت معصية معينة وتعلم أنك لا تستطيع أن تقلع عنها، بعد كل مرة تفعلها تب إلى الله وسل الله العون. هذا حال الصالحين. أتظن أن الصالحين بلا ذنوب؟ أتظن أن الصالحين بلا كبائر؟ أتظن أن الصالحين يمضون ليلهم ونهارهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى في قلب لا يتقلب ولا يذنب أبدا ورب الكعبة؟ الصالحون عندهم ذنوب بل وعندهم كبائر، ولكنهم يتوبون بعد كل ذنب ويصلحون بعد كل إفساد ويقومون بعد كل اعوجاج، يسألون الله من فضله ويسألون الله العفو والعافية. هكذا المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. يعني المؤمن عنده حسن وعنده سيئة، مش انه والله ماشي بلا ذنوب، لا الذنوب حتضل معك، بس انت بده يضل معك زي ما في عندك ذنوب يضل في عندك استغفار، زي ما في وسخ على الثياب بده يضل في عندك غسيل للثياب، ما تترك حالك.